غادرت دبابات إسرائيلية كانت قد توغلت يوم أمس في قطاع غزة عقب اشتباكات عنيفة بين القوات الإسرائيلية ومسلحين فلسطينيين أسفرت عن مقتل 2 من كل جانب، فيما تبنت بعض الفصائل الفلسطينية المسلحة المسؤولية عن مقتل ضابط وجندي إسرائيلي وجرح جنديين آخرين. الانفجار الذي أسفر عن مصرع وجرح عدد من العسكريين الإسرائيليين على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة وما تلاه من قصف جوي إسرائيلي للقطاع أسفر عن مقتل فلسطينيين 2، تصعيد خطير ومتوقع دون شك في المواجهة بين الجانبين في ضوء استمرار إطلاق الصواريخ على إسرائيل. شهود عيان كانوا بالقرب من موقع الحادث أفادوا بوقوع تبادل لإطلاق النار بين مسلحين من حماس والقوات الإسرائيلية. سبق هذه الاشتباكات إطلاق صاروخ مضاد للدروع من مكان على مقربة من مدينة خان يونس باتجاه دورية إسرائيلية على الحدود المشتركة مع إسرائيل. من جانبها أطلقت القوات الإسرائيلية المدعومة بالدبابات نيرانها على مسلح حماس متوغلة داخل القطاع في محاولة لفرض مناطق عازلة خارج حدودها، سعيا كما يرى بعض المراقبين إلى إبقاء مستوطناتها القريبة من قطاع غزة أبعد ما تكون عن مرمى نيران صواريخ المسلحين من مختلف الفصائل الفلسطينية. حركة حماس باركت مقتل العسكريين الإسرائيليين وجرح زميليهما معتبرة ذلك بمثابة رد طبيعي على ما تصفه بالتوغلات العسكرية الإسرائيلية داخل قطاع غزة. نعلن مسؤوليتنا الكاملة عن قتل عدد من جنود الاحتلال الصهيوني وإصابة آخرين في هجوم محكم واشتباك عنيف مع قوات الاحتلال الصهيوني شرق مدينة خان يونس عصر هذا اليوم. غير أن حركة الجهاد الإسلامي تبنت من جانبها المسؤولية عن مقتل وجرح العسكريين الإسرائيليين. تعلن سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين مسؤوليتها عن الاشتباكات العنيفة التي دارت مع قوة صهيونية خاصة شرقي بلدة عبثان الجديدة شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، والتي أدت إلى مقتل وإصابة عدد من الجنود الصهاينة في هذا المكان. أما إسرائيل فقد امتنعت مصادرها السياسية والأمنية عن التعليق فورا على هذه التطورات، غير أن الجيش الإسرائيلي أقر لاحقا بمقتل ضابط وجندي وجرح 2 آخرين، مضيفا أنه تمكن من قتل فلسطينيين 2 أثناء محاولتهما زرع عبوة ناسفة عندما يوصف بالسياج الحدودي مع قطاع غزة. الاشتباكات وقعت عندما كان إرهابيون يحاولون زرع عبوة ناسفة بالقرب من السياج الحدودي. لقد رصدوا على الفور، فقوات الأمن الإسرائيلية كانت منتشرة هناك، وعندما حاولوا اجتياز السياج أطلقت دباباتنا النار عليهم. على أي حال فإن ما جرى لا يبدو منفصلا عن مناخ التوتر الأمني والسياسي السائد بين الطرفين في ضوء استمرار التوسع الاستيطاني لإسرائيل وإصرارها على اعتبار القدس عاصمة أبدية لها، بل وانسداد الأفق عموما أمام كل المحاولات المبذولة للتوصل إلى تسوية سياسية للصراع في المنطقة. أنور العنسي، بي بي سي. ومعنا على الهاتف من مدينة غزة الدكتور سامي أبو زهري القيادي في حركة حماس. صباح الخير دكتور أبو زهري، هل تعتبر حماس نفسها مسؤولة عن هذا الحادث؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني عملية الأمس شرق مدينة خان يونس وقعت بعد عدوان إسرائيلي ومحاولة التوغل داخل أراضي قطاع غزة والاعتداء على المواطنين هناك، ولذلك كان من الطبيعي أن يتصدى المقاومون الفلسطينيون من كتائب القسام لهذه الجريمة وهذا العدوان، وهذا شيء طبيعي. ونعم كتائب القسام تبنت يوم أمس المسؤولية رسميا عن هذه العملية. وهل هذا يعني خرق لحالة التهدئة والهدنة بينكم وبين إسرائيل أو نهاية لها؟ لا يوجد أصلا أي تهدئة بين الفصائل الفلسطينية وبين الاحتلال الإسرائيلي. نعم هناك حالة هدوء لاعتبارات ذاتية من تقديرا من الفصائل اللي المصلحة، ولكن هذا شيء خاص بالفصائل، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى الذي بدأ بالاعتداء يوم أمس والاحتلال الذي توغل أو حاول التوغل داخل الأراضي الفلسطينية والاعتداء على المواطنين، ولذلك هو يتحمل مسؤولية هذا التصعيد.
لكن بنفس الوقت إسرائيل تقول سواء حركة حماس أو قيادة حماس تبنت هذه العملية أو أعلنت المسؤولية عنها أم لم تعلن ذلك، هي مسؤولة لأنكم مسؤولون عن أمن القطاع، وأن أي فصائل هي تابعة، يعني هناك تنسيق بينها وبينكم بطريقة أو بأخرى. نحن لا نخفي مسؤوليتنا عن هذه العملية بل نفتخر بذلك، لذلك لا نخضع للابتزاز الإسرائيلي بهذا الخصوص، ونحن حركة مقاومة ومهمتنا نعم والحفاظ على الأمن، أمن المواطنين الفلسطينيين تجاه العدوان الإسرائيلي المتواصل والذي يجري في ظل صمت دولي على هذه الجرائم. المجتمع الدولي مطالب أن يتوقف أن يتحمل مسؤولياته تجاه هذا الاعتراف الإسرائيلي الصريح بأنه حاول التوغل في قطاع غزة، وهذا التوغل هو الذي أحدث هذا التصعيد. سامي أبو زهري القيادي في حركة حماس، شكرا لك.